شايفين؟ تمعن تمعن أخي العزيز، تمعن وشوف إيش داخل الشنطة. هذه الشنطة اليوم وصلتني لهدف ما. الشنطة هذه فيها 10 ملايين دولار. طب ليش؟ لأجل أني أنا أبيع شرفي وديني وضميري وأروج للإلحاد وأكون ضد الدين وأروج لخلع الحجاب. أهم حاجة أروج لإيش؟ للديانة الإبراهيمية. صور مرة ثانية وركز على المبلغ 10 ملايين دولار. حتى جهاد الكلمة، جهاد الكلمة إذا قدرت أنت، الله عطاك يعني لسان تتحدث، اطلع وتكلم، نزل بوستات، نزل ثورة تويت، كلام كلمة الحق، انشر مقاطع، اكتب تعليقات، اللي تقدر عليه. لكن لابد انك انت تحثك نفسك بالجهاد، لابد، ولا انت تموت على شعبة من النفاق. هذا دينكم يا ناس. لا تجيني تقول لي والله عبد العزيز انت ليش تقول، لا لا لا، افهم افهم اخوك شبي وصل لك. من حقي كإنسان مسلم، من حقي كإنسان الله عطاه عقل، أسألك أنت ليش وقعت مع الصهاينة؟ أنا أسألك ليش أنت فتحت معبد هندوسي مثلا يا أخي؟ أنا أسألك ليش ما توزع أراضي؟ يعني أنا مثلا لما أشوف بلادي فيها مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة، أشوف أراضي فاضية، من حقي أسألك كمواطن يا أخي أنت ليش ما تعطيني أرض وبيت؟ أنا لما أشوف حكومتي تصرف المليارات المليارات، من حقي أسأل كمواطن تعال يا أخي ليش ما تعطيني شقة أتزوج فيها؟ إذا أنا سألت هالأسئلة أنا إنسان أتدخل في السياسة، ها؟ فاعقلوا يا ناس، يا بعض الناس يلي ضحكوا عليكم، بطل عقلك، لا يضحك عليك، لا أسأل عن المليارات المهدرة، أسأل عن الحرامية اللي يبقون في البلد، أسأل عن الأراضي، أسأل ليش أنا إنسان عندي بطالة، أسأل ليش حطينا بنين وبنات مع بعض خليناهم خلط بلط، أسأل ليش أنتوا تعرون بناتنا، أسأل ليش تطبعون مع الصهاينة، أسأل ليش أنتوا عبيد حق أمريكا، أسأل ليش الرسول يسب وأنتوا ساكتين، أسأل ليش القرآن يحرق وأنتوا ما تسوون شيء. لابد أن أسأل. لا، دع الخلق للخالق، امشي جنب الحيط، حزب الهمبرجر، كل همبرجر يا حبيبي. نعم، في بعض الناس حزب الديك، ياكل ويشرب ما عنده مشكله، ياكل ويشرب وينام وهذا، ويروح ويجامع زوجته وهذا، اوب حزب الديك هذا. والله يا اخواني الكرام يريدون المواطن العربي يكون من حزب الديك، ياكل ويشرب ويجامع زوجته وينام ويصحى ثاني يوم بس، اوب مثل الغرب. ترى أخواني الكرام دع الخلق للخالق هذه زرعوها في الغرب. لا تفكر أن الغربي إنسان، المواطن الأمريكي والغربي تسأله من نائب الرئيس ما يعرف، تسأله من الحزب الحاكم ما يعرف، they don't give a shit. يقولك أهم شيء أنا أكل وأشرب وأروح البار وأروح الديسكو. نعم، هذا المخطط زرعوه. كذلك إخواني الكرام يعني اسمحوا لي، جات عدة رسائل من الخمة والقمامة الإلكترونية. الحلقة اللي أنا مسويها أمس عن دخول الصهاينة إلى مكة وإلى المدينة، يعني لا زال يا أخي في كلاب. أنتم ما تستحون على دمكم، أنتم يا أخي أنتم مصنوعين من شنو؟ يعني لا زال في ناس يقول لك أكو في صهاينة في قطر، ولا طلع لك واحد ثاني يقول لك لا روح شوف الصهاينة يدخلون المخرب. يا حيوانات يا مخنثين، أنا أكلمكم عن مكة وأكلمكم عن المدينة، أطهر بقعتين على وجه الأرض مكة المسجد. أنتوا فاهمين يا حيوانات، أنتوا داخلين، أنتوا مرحلة الكفر، أنتوا إيش التخنث اللي فيكم يا ذبابي إلكتروني؟ بس عشان تدافعون عن الحكام. أنا أقول لكم إن في صهاينة في مكة، تروح تقولي روح شوف قطر، تقولي والله أكو في صهاينة يدخلون المغرب، اكو والله في صهاينه يدخلون الامارات، واكو في انتوا فيكم شيء؟ انتوا، انا اقول لكم مكه يا حمير، والله انا اقول لكم وقلتها قبل، ان في كثير من الذباب الالكتروني دخلوا دائره الكفر، والله دخلوا دائره الكفر، بل بالعكس بعضهم كفار معتقين لما يدافعون عن الكافر في كفره.
أنا أقول لك صهيوني دخل مكة ما عندكم شرف، ما عندكم نخوة. والله إخواني الكرام أنتوا لو تعرفون أنا كم شخص سويت له بلوك أمس من الذباب الإلكتروني ما تصدقون، عدد رهيب من الذباب الإلكتروني اللي يسب ويقذف فيني، واللي يقول لي أنت مش مسلم، واللي يقول لي مجوسي، واللي يقول لي عميل الإيرانيين، واللي يقول لي بس عشان أنا قلت يا أخي في صهيوني دخل مكة وفي صهيوني دخل المدينة. أنتوا مصنوعين من شنو يا حيوانات يا خنازير؟ حتى غير على مكة والمدينة ما عندكم، وطالع لي واحد ضريطان طقيعان أهبل حمار يقول لي والله أكون صهينة. زيارته وعصابة اعترضوا وتم اختطافه، وأهله تلقوا مكالمة يطلبون فدية بمبلغ 400,000 دولار نظير إطلاق سراح هذا المواطن السعودي. صار استنفار أمس في وزارة الداخلية، وزير الداخلية كلم قادة في الجيش، وتم إطلاق سراح الحمد لله رب العالمين، إطلاق سراح هذا المواطن السعودي. وأنا أوجه له رسالة أقول له الحمد لله على سلامتك والله يحفظك ويخليك حق أهلك. واتضح أنه يعني من خلال الكلام اللي احنا نسمعه أن تاجر زعيم عصابة وتاجر مخدرات هو اللي قام بهذه العملية، عملية الاختطاف، وطالب هالمبلغ 400,000 دولار. والحمد لله رب العالمين أن الأمور انتهت على خير. طيب يا عبد العزيز انت ايش تبي الان؟ يعني انت الحين قاعد تقول لنا خبر موجود في الاخبار ووسائل التواصل، الامور احنا يعني هذه سمعناها. انا والله حاب يعني اوجه رساله حق اهل لبنان، ويمكن المتابع لي يعرف ان انا عده مرات اسوي حلقات عن لبنان، وكنت اتكلم بصراحه واحيانا كنت قاسي، لكن اللي تابعني ويسمع فعلا بعقله وبقلبه يعرف اني والله احبهم وابي لهم الخير وابي لهم المصلحه. طبعا الحوادث المشابهه ومشاكل، وايضا تم ايضا العام اعتقد قتل مواطن سعودي اعتقد العام في جنوب لبنان، في حوادث كثيره ومشاكل كثيره، وللاسف في مواقع كثيره في لبنان ما فيها امن ولا فيها امان، وللأسف لا زالت هذه الدولة من غير رئيس على حد علمي الآن، وكذلك فقدت العملة اللبنانية قيمتها وأصبحت لا تساوي شيء. يعني الآن تقدر تقول أسهل إنسان يصبح مليونير هو اللي يملك الليرة اللبنانية. يعني أنت الحين عندك مثلا مليون ليرة أنت مليونير، لكن مليون ليرة هذه لا تسوى حتى يقول لك ما أدري 10 دولار، يا ريت حد يكتب لي القيمة الحقيقية لليرة اللبنانية. الرسالة اللي أنا حاب أوصلها، إلى متى ستظل لبنان يعني على هذا الحال؟ إخواني الكرام قبل ما أدخل في الموضوع، لبنان كانت تسمى سويسرا الشرق الأوسط، لبنان كانت أفضل مكان تروح كسياحة وأمن وأمان، شعب مسالم شعب طيب. لبنان كانت من أجمل إن لم تكن الأجمل على الإطلاق كدولة في الوطن العربي من حيث الطبيعة ومن حيث الجو، رقي، نظافة، حضارة. لبنان هي كانت عاصمة الثقافة العربية، لبنان كانت أفضل دولة وأكثر دولة تطبع الكتب، وكانت مشهورة بالمكاتب بالمكتبات. إخواني الكرام أي كتاب تبيه ما تحصله تروح لبنان تحصله. إخواني الكرام لبنان كانت جميع ومعظم الاستثمارات العربية كانت في لبنان، معظم العرب كان عندهم بيوت في لبنان، كثير من المواطنين الخليجيين يملكون فلل ويملكون شقق ويملكون بيوت في لبنان حتى تقريبا من خمسينات القرن الماضي. لبنان كان يعني الواحد يتغنى في جمال لبنان. وين هذا كله يا أهل لبنان؟ أنا والله أوجه رسالة من أعماق قلبي، إلى متى؟ إلى متى؟ اسمحوا لي على هالكلمة، المواطن اللبناني ناجح خارج وطنه، اللبناني خارج وطنه ناجح، ولكن للأسف داخل وطنه ما قاعد يدبر نفسه. ما بقول كلمة فاشل، والله ما أرضاها عليهم، العمر اللبناني مش فاشل، اللبناني عقله نظيف. نتمنى أن يكون المقطع قد نال أعجابكم،
وإن أعجبك هذا الفيديو من قناتك لو تعلم، لا تنسى الاشتراك في القناة، دعمنا بلايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك لكي تعم الفائدة، وشكرا لك على المشاهدة.